السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا احنا اليوم الرابع او الخامس قاطعين الطريق، ويجى الامير ابو خوله وتعهد بيطلع على المساجين. طبعا احنا الطريق ما راح نتركه، وراح نسمع كلمه الامير، وما بي سلاح، ما بي اي يعني ضد اي شيء يعني من العساكر ولا اي شيء، بس طبعا راح نكون متواجدين على الطريق بس بدون مشاكل، نستنى الافراج عن مساجيننا المظالم. اما رايحين نمشي ساعتين نفك الطريق كرامة جيت الامير والمجلس العسكري. والله يعطيكم العافيه يا شباب، جزاكم الخير، فكوا الطريق عشان المجلس العسكري.